ودلوقتي يا جماعه فكره الاكسكلوسيفز، ان شاء الله الالبوم بتاعي في العيد باذن الله، وفي اغنيه وفي فيلم ان شاء الله، بس لسه شويه صعب شويه تحضيراته صعبه شويه. وفي الاغنيه بتاعتي انا وفريقي في فويس كيدز هتنزل ان شاء الله قريب باذن الله. في اغنيه رحله الحياه، ده اول تعامل بيني وبين الشاعر الكبير ايمن بهجت قمر، وطبعا الملحن الكبير وليد سعد، عملنا حاجات قبل كده بس عوده يعني من زمان، وتوزيع الموزع الكبير احمد ابراهيم. ان شاء الله تعجبكم باذن الله.